رجعنا لكم أصدقائنا المشاهدين مباشرة على الهواء والمحطة هلأ مع جينيفر توماسو بطلة لبنان بالمسافات المتوسطة وهادي حايك مصاب بمرض السرطان. جينيفر وهادي أهلا وسهلا فيكم عنا وشكرا لوجودكم. بدنا نحكي عن الماراثون يلي رح يصير وجمعية بربرة نصار لدعم السرطان رح تكون فيه وحضرتكم كمان رح تكونوا كل حدا من وجهة نظره ومن طريقته. جينيفر هلأ بتخبرينا ليه أنت مشتركة وأستاذ هادي كمان يعني مش هيني حضرتك عمرك 78 سنة 76 زدناهم سنتين العمر كله 76 سنة حضرتك مصاب بمرض السرطان وبرغم من هيدا كله رح تنزل وتركض وتشارك بالماراثون. يعني هيدا شيء كتير مهم علما انه في شباب بربيع شبابهم ما بيفشخوا فشختين فهيدا يعني درس كبير لقلهم. خلينا نبلش من جينيفر. جينيفر بكونك بطلة لبنان بالمسافات المتوسطة خبرينا عن حضورك وعن أهميته بالماراثون. الكانسر هي قضية بتجمع كل بيت وأنا دايماً بحب أدعم مرضى السرطان وبحب شجعهم. بما أني أنا بطلة لبنان قررت السنة أركض كرمال باربرا نصار أسوسيشن بالتعاون مع مسيو هاني نصار يلي هو رئيس الجمعية ونحن أكيد رح هيدا الركض كله بيروح رعيه كرمال هيدي الجمعية ومنشجع كل حدا بهمه يركض يتسجل تحت اسم جمعية باربرا نصار أسوسيشن ويدعم هالجمعية حتى نوصل. أستاذ هادي حضرتك عمرك مثل ما قلت لي 76 سنة العمر كله وحضرتك مصاب بمرض السرطان وبرغم من هيدا كله رح تنزل وتشارك. شو بتعني لك هالمشاركة؟ هي بتعني لي أنه أنا منزل أركض مش تأركض أنا نزل أركض منشان جمعية باربرا نصار. نعم. لأن حتى كل مريض مصاب بالسرطان ما يصير عنده أحباط وخوف لأن هو هالركض اللي عم بركضه أنا مشان شجع هالمرض اللي مصابين بمرض السرطان ينزلوا يشاركوا معنا ما يخافوا. مرض سرطان ما بيخوف إذا في إرادة بالإنسان ما بيخاف. عوني لحتى شو اللي بيقدر بيشارك يرجع غاي على هالجمعية لأن هالجمعية مهتمة كتير بأمراض السرطان وأنا اللي بعرفه عن الجمعية انه هلا عندها فوق 93 مريض مصاب بالسرطان هي مسؤوله عنهم وهي عم تدعمهم وهي عم تهتم فيهم. نعم. خلونا ننتقل لنشاهد فيتي سوا بنرجع نتابع حديثنا عن حضرتك وعن اشتراكك مسيو هادي وكمان عن جينيفر واشتراكها بالماراثون. انا اسمي هادي سعيد الحايك عمري 76 سنه عندي سرطان بالكولون وبالريه رح شارك بماراثون بيروت مع جمعية باربرا نصار حتى شجع كل مريض يكون أقوى من مرضه وما يخاف من مرضه وبنفس الوقت حتى أجمع تبرعاتكم لكل مريض مصاب بالسرطان يكمل علاجه بكرامته الدنيا أخذ وعطى. يعني فعلا خلي كل انسان يعيش بكرامته مسيو هادي مثل ما حضرتك حكيت وقد ايه عندك قوه وانا يعني بهنيك وفعلا بشد على ايدك غير انه حضرتك مصاب بهذا المرض. عمرك 76 سنه ونازل تركض ونازل تقول انه نحن لازم نكون اقوى من المرض. قد ايه هيدي الجمله مهمه ولازم كل مريض سرطان ياخذها بعين الاعتبار لانه مهما قوى هالمرض الخبيث نحن اقوى منه. هذا صح. نحن هني في اثنين بشكله هودي العامل الاساسي هو الايمان والاراده هودي بيغلبوا كل شيء في امراض بالجسم. حسيت بس طرحوا عليك الموضوع حسيت في صعوبه معينه انه انا كيف بدي امشي كيف بدي انقل كتب. طرحت الموضوع انت اللي طرحت الموضوع. نعم. ما كان في خوف من اي لا لا, لا 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 ما في خوف من شيء لا بدي خاف طالما عندي اراده وايماني لا بدي خاف. قد ايه بتحمس الشباب انه ينزلوا ويتابعوا ويشتركوا بالماراثون علما انه يمكن في كتار شباب حمد الله يعني ما بهم شيء بس بتحس همتهم قليله همتهم ضعيفه ما كثير قراب من السبور ما كثير قراب من الرياضه. شو العبره يلي بتعطيهم اياها من خلال هيدا الاشتراك؟ يعني العبره مني انا
انه انا بهالعمر انا نزلت اركض من شان جمعيه باربرا نصار اللي مهتمه بامراض السرطان. نعم. تم هن ياخذوا العبره مني هالشبيبه هذه اللي بعدها فتيه هذه اللي بشجاعات تنزل تركض تساعد هالجمعيه هذه. وهون اللي بيحب ينزل ويشارك معنا بالركض في مهله ل 25 شهر اللي بيحب اذا مريض او غير مريض بيحب يشارك معنا ينزل يسجل قبل 25 شهر تكون يقدر يشترك بالماراثون. نعم جينيفر كمان نحن عندنا فيتي لك وتحضيراتي كيف عم تحضري حالك لتشاركي بهالماراثون ننتقل لنشوفه سوا يلا yeah. حلم الركض خلق قبلي لما بنزل على المضمار هدف واحد اني اوصل على خط النهايه هالرياضة علمتني قيمة الانضباط والوقت عشر من الثانية نتمرن سنين حتى نحصنه حققت أحلام وبطولات كتيرة وهالسنة حلمي وهدفي إني أركض تحت اسم جمعية باربرا نصار أسوسيشن لدعم مرضى السرطان وسوا نركض لبعيد جينيفر سوا نركض لبعيد قديه هيك الواحد بيكون عنده إيمان وقديه الحلم بيكون كبير لما بتكوني نازلة بخصوص هدف معين يعني معروف انت اللي نازله تشاركي خاصه بهذا الماراثون معروف شو الهدف قد ايه هالامر هذا بيزيد ايمانك واذا صح التعبير بيزيد طموحك لقدام اكيد هلا بما انه انا عم بركض تحت اسم الجمعيه الطموح كتير كبير وضروري نربح بدنا تربح باربرا يعني اذا ما ربحنا في مشكله كتير كبيره مش لازم بس نشارك لا بدنا نربح كرمال باربرا لانه نحن مثل مرضى السرطان اللي عم بيحاربوا السرطان نحن كمان بدنا نحارب كرمالنا حتى نوصل ونربح حتى نرفع اسم الجمعيه بعد اكثر واكثر جينيفر شو الصعوبات يلي بتعترضك امام هيك تحضيرات هل في تحضيرات معينه هل لازم تركضي كثير كل يوم هل لازم دائما تتابعي التمارين الرياضيه ليضل جسمك بجهوزيه تامه هلا اكيد نحن عنا تمرين معين نتبع عليه باشراف ترينر تبعولي علي حازر انا بدي اتشكره ووجه له تحيه كل يوم نحن بنتمرن وعنا شغل كمان اكيد بنتعب بس بنوصل اللي عنده هدف بيوصل لمحل ما هو بده والاحد عنا كمان ببطوله لبنان نص ماراثون ان شاء الله اكيد بنربح كمان ان شاء الله نحن رح نتابع معكم ولكن من بعد ما ننتقل اصدقائنا المشاهدين لناخذ فكره عن اخر واهم المحطات الاخباريه ضمن موجز اخباري بنرجع نتابع شكرا ناتالي لك ويعطيك الف عافيه عوده لضيوفنا هادي حايك وجينيفر توماسو جينيفر كيف بيقدروا يتواصلوا معكم ليشتركوا معكم طبعا كله في خدمه جمعيه باربرا نصار لدعم مرضى السرطان هلا انا بدعي الكل يلي بحب يتسجل يفوت على بيج تبع باربرا نصار اسوسيشن على الفيسبوك في لينك بيقدر يتسجل او بيتصل فينا على الارقام الموجوده او من خلال الفيسبوك بيج تبعولي انا كمان حاطه اللينك قبل 25 الشهر حتى كلنا نكون عم ندعم باربرا نصار اسوسيشن شو بدك تقولي للشباب يلي هدي يمكن بكامل لياقتهم البدنيه وبكامل صحتهم وما بينزلوا يركضوا وبالمقابل شو بتقولي للشباب يلي البعض منهم يمكن مصاب بهيدا المرض ومخلى المرض احيانا يتغلب عليه انا بدي اقول لكل الشباب انه الرياضه هي بتعطي صحه وهي بتجدد الجسم بنصحهم ينزلوا يركضوا 8 كيلومترز فور فان اذا ما بدهم يعملوا الماراثون كله ويجربوا هالاكسبيرينس كثير حلوه ويعرفوا انه هن اذا تسجلوا بيكونوا هن عم بيساهموا مريض بالسرطان حتى يكفي العلاج تبعه له كلمه اخيره شو بتحبي تقولي لنا قبل ما نسمع كلمته الاخيره استاذ هادي أنا بحب أتشكر مسيو هاني نصار يلي خلاني أعطاني البريفيليج أني أركض تحت اسم الجمعية وبدي أتشكر ميدا فالم هيلسكير وترينر تبعولي علي حاضر ومرسي لكم موفقين إن شاء الله أستاذ هادي أهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك وموفق بالماراثون يا رب ونحن نعرف أنه يعني قدي أنت مبين قوي أكيد عندك إيمان كتير قوي وأكيد رح تقدر تتابع بهالماراثون وتكون عبرة لمن اعتبر أهلا وسهلا فيك يا هلا يا هلا أصدقائنا المشاهدين نحن بننتقل لبريك صغير من الشحن